حتى بقايا الذكريات تأتي عليها الحرب تأكل اليوم وغدا وحتى الأمس في أوكرانيا، الصورة دوما محترقة أو حارقة، من يبالي؟ كثرت المآسي وطالت المعارك، وأسماء المدن تتكرر والصمود يحاك على هيئة سترات واقية. لا شيء يوقف الموت في كييف وماريوبول، خاركيف وبوتشا وغيرها، تمر وما أكثر جنائزها. تلك الأنباء تعب منها الهاتف والقطار، وتعبت هي من الانتظار. اليوم تقترب الحرب من الأربعين، أربعون زهرة سأرميها في وجه المعتدي. ستحلم الأمهات ويقلق الأطفال، نامي يا صغيرة، ساعة فالطائرة قريبة والقذائف أقرب. واسأل عنها الراحلين وداعا، وإلى اللقاء ربما، لكن إلى متى؟ إلى أن نمسح غبار المعارك عن النوافذ والوجوه، لكن الرؤية لا تزال ضبابية، لا أحد يدري متى. ستختبئ هي ورفيقتها وجارة في لوحة، سيكثرنا الحديث عنها، كيف كانت الأرض أحن من البشر.